من جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي لحقوق المرأة إن مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري هو مشروع القرن بالنسبة لمصر. أشارت مرسي إلى أن محاور المشروع تعمل في أطر حقوق الإنسان وهو المشروع الأهم في حياة المصريين، موضحة أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية إطلاق المشروع كانت كلمات صادقة من رئيس صدق الوعد.